يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله يسلمك تم يا شيخ أبو طاهر، ونحن وأخي أبو فهد واحد بإذن الله. أنت معلمنا وتاج راسنا يا زعيم. خليلي إياك، وشو بتمروا يا أبو فهد؟ نحن بأمركم جاهزين وحاضرين. العفو العفو، العين ما بتعلى عن الحاجة، كلامك هو الماشي زعيم. الله يخلينا ياكم. سيدي، من بعد امرأة يعني المتقدم راح يكون 20 رشادية ذهب، والمتأخر مثلهم كمان إذا ما عم تكون مالك. العفو العفو، كفيت ووفيت صغري. نحن كمان بعد إذنك مشان نقد ابنك ومخدومك فهد نفس الشيء، إيش كان ما عندك مانع. الله يوفقه، والله نحن طالبين ستر، الله وكيلنا. الله يبارك لك طبعا. وطيب للطيبات، والله يديم المحبة. آمين. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق يا شباب. بسم الله بسم الله. استعي. الضالين آمين. وأوها وعلعلعي علعلعي. وأوها يا صبايا تجمعي. أوها ويا ليل طول طول. أوها ويا شمس لا تطلعي. لك وين خاتون؟ لعي بطنك شوي. صعي وينها؟ يلا هلا بتجي. ويا قدامي مغبلة ويا قدامي ناعمي، وجوزي لما نغبلها كنت مخلف ونايمة. شوف عيني شوف، شوف روحي شوف، شوف على رجالنا الناعمة. من بعد أمرك زعيم، بدنا نسمع موافقة المستورتين حتى نكتب الكتاب. إيه بأمرك شيخ، تصرفوا يا بي. أمرك يا بي، عن إذنكم. ايه اخي. اختي مسعيد الله يرضى عليكي، قولي لاختي خاتون وبنت خالك جهزوا حالهم مشان الشيخ بده يسمع موافقتهم. يلا تكي. يلا يلا كريمه، يلا خليها تجهز حالها. قوم يلا يلا يلا. شوف شوف خاتون شو صار معها. حطي على راسك. يلا صبايا يلا تغطي. شو بكي لك امي؟ مستحيه؟ انت قبر عظامي. عروس. شو سعيد؟ شو صار معك؟ شو بكي لك اسمره؟ ليش هيك مخطوف لونك؟ خاتون مو مبينك كل البيت. شو؟ لكم سعيد احكي غير هذا الحكي؟ شلون يعني مو مبينك؟ وين بدها تكون راحت؟ سعيد
مشان الله شوف اياه هون ولا هون؟ مشان الله. يو يعني وين بدها تكون راحة؟ طولوا بالكم. شي وراي واجيت لعندك. انا متاكد انك انت رح تجي، متاكد. كريم احنا اليوم لازم نكتب كتابنا وباسرع وقت. اليوم على سنة الله ورسوله. اكيد اكيد. خلينا نمشي من هون بسرعه بلا ما حدا من اهلي يلحقني. يلا مشي.